مشاهدينا كرام، اهلا وسهلا بكم من جديد، وما زلنا معاكم متواصلين في سلسله حلقاتنا من داخل جهاز مكافحه الجريمه بمدينه البيضاء الحبيبه، وحلقاتنا كيف ما سخرنا الكم وربي سخرنا ان نكون صوت الكم، باش الواحد يفطن الروح ويرجع لله عز وجل في موضوع السحر والسحارين. اليوم نحن قاعدين في نفس المكان مستمرين في هالسلسله، واليوم معنا واحد من دوله المغرب، طبعا مع احترامنا لجميع الدول العربية اللي احنا ذكرنا اسماها، هي السيد خص، يعني هذا مش معنى ان هذا مغربي، معنى المغاربة كلهم مش كويسين، مع احترام الجميع اخوتنا المغاربة او اخوتنا الفلسطينيين، لكن لكل قاعدة شواذ. فتو مع بعضنا حنسمع قصة المغربي وكيف بدأ او شنو موضوعه في موضوع السحر. جنسيته مغربي، توه جاي المقبرة البيضاء يطلع منها في سحر. هذه مقبرة البيضاء، وهذا جنسيته مغربي، ودافن سحر للناس داخل مقبرة البيضاء. سبحان الله، يعني حتى الناس اللي موتى ما نجوش من قبرتهم. عبد الحق، هذه مقبرة البيضة، تمام. ايش دافن فيها مقبرة البيضة انت؟ سداسية. سداسية، هذه شنية؟ ورقة سداسية. باي عليه، عيش مديورة. المحبة وقبول. محبة وقبول؟ وقلت لي تفريق اخرى صح؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله عز وجل: انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. وقال الله عز وجل: قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. في نفس المقبرة في الغريقة لهذا اليوم على تمام الساعة 5:30 مساء، أيضا هذا السحر الثاني المدفون، وهو السحر التفرقة، تمام والعياذ بالله، سحر التفرقة بين المرء وزوجه. وعمر السحر هذا على حسب كلام السحر 12 سنة. تحدثنا عن نوع السحر اللي جاي رضية. السحر نوع السحر هذا علاش مديور؟ مديور على بين زوجته والمرأة على سن تفريق، لا على سن تفريق، عشان التفريق، عشان التفريق. والاخر الاخر الثاني تاع محبه وقبول. محبه وقبول. تو وين ننتقلوا المكان الاخر؟ وين يطلعنا منه سحر اخر؟ احنا في البيضة تو. هو هذين في البيضة، بعدهم وين نمشوا تو؟ بعدين سلنطة. سلنطة؟ سلنطة وين في سلنطة؟ في مقبرة؟ مقبرة. تمام، بعد سلنطة وين نمشوا؟ في مدن واجد انت. بعد سلنطة وين نمشوا؟ سلنطة راس تراب. راس تراب فيها؟ بعد راس تراب؟ راس طين. بعد راس تراب شحات فيها؟ لا، شحات في الابراج. في ليش؟ في المطار؟ في الاطار. في الاثار؟ به؟ بعدها؟ الابراج. الابراج فيها؟ بعدها؟ راس طين. راس طين. ماشي. بسم الله، توكلنا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، نسأل الله ان يقضي كل سحر ان شاء الله. وهذا الساحر بالعامي عزيزنا هذا التقاز اللي خرب بيوت بيت الناس مد الدنيا، وحنعرف منه هو شن داير. شو اسمه؟ اسمي عبد الحق. عبد الحق، يعني انت من خير الاسماء، محمد وعبد. انت بديت بالعبد والحق. الحق هو من؟ حق هو الله تعالى. حلو. الله هو الحق. بنت هذا اللي فيه هذا حق؟ هذا مش حق. سحر باطل. انت مغربي؟ مغربي. كم لك عايش في بنغازي في ليبيا؟ انا لي 36 سنه في ليبيا. انت كم عمرك؟ عمري 57. يعني عشت في ليبيا اكثر ما عشت في المغرب، ولا اكثر من عشت في المغرب؟ متزوج ليبيا ولا مغربيه؟ لا، ليبيا. كيف خشيت للسحر؟ سيدي أنا خشيت السحر في 1995 بواحد اسمه حكمة مصري في السوق العرب، هذا هو اللي علمني قضية الطلماسة. كيف خشيت؟ مقمعز في حالة قلت أنا بقيت سحار؟ لا، المصري اللي علمني. علاش علمك أنت؟ هو سحار المصري؟ هو سحار وعلمني الطلماسة تاع الخواتم وتاع. علاش علمك أنت بالذات؟ هو كنت نجي مرات هو رجل كان ساكن في البندق، وبعدين علمني الحاجات هذه تاع. يعني كنت جيت كاسد معاه، هو انت عارف هو سحار؟
هربته وقال لي نعلمك الأشياء هذه. وما حسابها سمح وفيها فلوس حتهيج وتغندك صح؟ هو صح اللي علم فيها. شنو علمك؟ علمني قضية الخاتم. اللي هي؟ هي تدخل فيه رموز وفيه طلماسة وفيه. شنو الطلماسة هذه؟ طلماسة في الخاتم. شنو معناها كلمة طلماسة؟ طلماسة هي طريقة سريانية. سريانية؟ ها فيها رموز. أول حاجة تبدأ بالاسم الشخص. تبدا من شخص كان اسمه عبد الرحيم او سميته حسن تبدا بالاولى حسن بعدين تبدا في الرموز وديرها في خاتم دير فيها خاتم فيها طلماس وفيها رموز وفيها محبه وقبول. الخاتم هذا انت اللي تشريه ولا يجيب لك اللي بيدير العمل؟ اللي بيدير العمل هو اللي يجيبه. يعني مثلا وليه بدير عمل الرجل هتجيب لها خاتم وانت تدير لها سحر؟ تدير لها سحر تسكت ومسكوت معاش حك في شيء. ايوه طنماسة هذه يعني اسمها؟ طنماسة. حلو. المصري هذا بدأ يعلمك في السحر وانت تعلمت السحر. كيف تقوي؟ كيف قويت سحرك؟ والله بعدين هو علمك؟ علمني وبعدين علمني المصري كيف المندل. شو اسمه هو؟ حكمة. خلاص ما تقولش المصري مع احترامي لخوالنا قول حكمة. حكمة علمني طريقة علمك بداية السحر. جميل. المندل. المندل تاع بنت 10 سنين يا ولد 10 سنوات يا بنية 12 سنة يا بنت 12 باش هي تحق الجان. يعني يحضر الأطفال من السن 7 سنوات إلى 12 سنة سواء كان ذكر أو أنثى يحضر عليهم الجان ويشتغل بهم يعني باش يتواصل هو الجان يتحدث معهم عن طريق الأطفال. علاش الطفل بالذات؟ هو عنده من السحر فيه بشيء. ما فيش سر ما عنده ما فيش سر رشد مازال صغير. يعني أي العيل صغير يقول لك يرفع عنا الغشاء أو شيء هذية باش أتبصر تمام. العيل أو بنت منين يجيب منين يجيبهم؟ منين يجيب فيهم؟ من البيضة لكي ولا من المنطقة؟ من المنطقة في اللي عنده حالة ولا حاجة نقول يجيب بنية ولا يجيب ولد. من قارب الحالة. هم يحقه يقول لي. جميل تمام. كيف قويت روحك أنت؟ كيف تواصلت مع الجان اللي فوق؟ أو مع الجان كيف تواصلت معاهم؟ مع الجان ديما بطريق المندل الولد. قصدي كيف بدأت تعيش معاهم؟ كيف تعايشت معاهم؟ أول مرة جوك كيف جبتهم؟ هو بعد ما تبدأ تدير في الحاجات تولي تحس بروحك مش طبيعي، تحس بروحك سارح 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 بتخدم حاجك تسرح بعدين تخدم الحاجة اللي تبي تديرها. هذا حاجة السحر. حاجة السحر. جميل. حاجة السحر فيه قضية الخواتم وفي قضية ما زلنا كيف جوك كيف جوك كيف جوك أول مرة؟ تمام. أنت قاعد أول مرة لما جاك من أنت اللي معك من ومن؟ اللي كيشوف بعدين تسمع. من ومن؟ ها؟ من ومن؟ هم أسماء أربعة فهمت؟ أربعة أسماء. أسماء. من الأول؟ هو حسن. وفيها إبراهيم. وفيها الآخر عمر. وفيها الآخر الرابع اسمه طالب. لأن هذاك يجيك تسمع بالودنية. هذا ما أسماء مسلمين. أنت تعامل مع الجان مسلم؟ هم اللي قالوا هكا. من هم؟ هم اللي قالوا أنا اسمي فلان وفلان بالحق. جان. هم اللي قالوا هكا. من هم؟ هم اللي قالوا أنا اسمي فلان وفلان بالحق. جان. جان. جان اللي قال. بالودنية. أنت كنت تعامل مع 4 جان مسلمين. ما تجيبليش اسم شيطان محترم اسم تقولي حسن وإبراهيم وعلي أسماء أنبياء. باهي باهي باهي. تمام تمام. ريت انت تحكي معايا بصراحة. نحكي معك. ما تكذبش؟ ما يعني حتى احترم حتى شوية هاللون الأبيض. انت ما بتخافش من ربي بس بلكي ها بلكي توا لما تعترف وتحكي قدام الناس بلكي مش عارف. تمام؟ بديت تحكي معاهم انت بدو يسمعوا فيكم صح؟ بتسمع فيهم انت. كيف طبيعة صوتهم تراك؟ قلدهم لي ترى كيف لما يجوك شنو يقولوا لك؟ لما تجي هيك تحس زي هواء وزي حرارة في الودن. حلو. صوتهم غريب. كيف؟ ترى قلدهم لي. يقول لك أنا اسمي فلان أنا اسمي فلان هيك بالصوت هكا.
لا اسمي فلان في مكان فلان فلاني هك بالصوت. هو جاء قال لي اسمي فلان في خدمة تاعت الأوراق هذه تاعت الرموز هذه فهمت تاعت الدفن. جميل. أنت وين الشباب وين مسكوك؟ والله مسكين أنا سير قارونيات من مية تحت التحلية. لا ماشي بنا هب مية التحلية الشرب الحوش. زوجتك عارف إنك أنت صحار؟ لا ما عارفهاش. يعني توا؟ لا توا عارفت توا. لا مسكوك الشماع؟ عارفت. يعني لك أكثر من 30 سنة وأنت صحار. 21 سنة. 21 سنة صحار قبل. كم لك كم سنة صحار؟ 95. يعني أنت لك مع الولية 21 سنة وأنت صحار وهي ما عرفتش. ما تسألش فيك فلوسك منين تجيب فيهن؟ عارف معالج روحاني؟ انت هنا عندك حاجه في الدباش اللي قاعد لا ورا هذا الخواتم شوره اول ما هذا ضمن ناس كان داير لما خط من هذين جو مواطنين سلموهن ما فيش داعي ذكر اسامي طبعا تحفظ هذوم جابوا هذوم دافعين فيه المبالغ داير لهم هذا خواتم هو تعامل كله مع الصبايا ولا في مع رجاله انا مع الرجاله ومع الصبايا الرجال عارفينك انت عارفين انه صح هذوم هذين امس جو اشخاص وسلموهن خط من هذين في اشخاص اخرى ان شاء الله حنتصلوا بهم وضروا يسلموا الحفل جميل كيف عرفت يا رايد عبد الجليل ان هذين شور هضوم وان هذا يستحرم هذا طبعا عن طريق اعتراف هذا قال انا داير خاتم لفلان مثلا خاتم هذا هو قال لك انا داير خاتم محمد شاركس انا ترجع عليه شكس تعال جيب الخاتم اللي عندك يجينا انا طبعا ويقول لا ستر باقي والاغلبيه كلهم وفضي اللي ما يسالش هذا منين جاب لا وكيف جاء الله غالب هو طبعا بيجي مسلم طبعا لانه ما اعترف عليه شيء غلط يعني هو اللي داير غايته ممكن دايره بمبلغ مالي وهذا ما يبي جاه والعز والمال يبي جاه واحد حب قبول واحد يخش على منصب بكم الخاتم هذا لما تعزمنا عليه بكم؟ هذا كان داير عليه الرموز احنا من وسط كم يكلف؟ كم فلوس؟ كم 150 جنيه لا انت قام داير المواطن مواصل 150 دينار سحر ب 150 يعني 150 كم الله وكم الله الناس اللي معانا هذه راس كلب هذه راس كلب وديك فيها مسامير وفيها راك شنو هذه هذه سيدي للتفريق هذه انت كيف درتها بدون ذكر اسماء كيف جاتك وليه جاني راجل كلمني قال لي في واحد اثنين ثلاثة درت شو قال له؟ مش واحد اثنين ثلاثة شو قال له؟ قليل بالتفريق العائلة هذه يعني جايك واحد خسارة في قيمة راجل قال لك بنفرق ما بين عائلة ما بين ثلاثة أيوة أيوة وبعدين درتها ما قال لكش ليش بفرقهم؟ هو قال لي بالتفريق هو جميل شو قلت له أنت؟ قلت لي حاضر وبعدين درت لي في الليل كيف درت تحكيت هذه راس كلب حاشا المستطيل ارفعها فوق منين جبت الراس هو جاب لك هو اللي جاب الراس تكش ديال هو اللي جاب الراس جاب الصبط حتو طلبات شو طلبت منه انت ها شو طلبت منه هذا طلبت منه 450 جنيه باه ها شنو يجيب لك جاب الحاجات هذوما شنو هما هذو العظومة ادويلي هن شنو العظومة شنو قولي راس كلب راس كلب وجارة وورقة جميل ها حد شي واجد خلينا حسيب يسحرني مش بعد غاد شوي ورقة هذه يقلبني شي حاجة ورقة هذه اللي درت الشيخ موسى خلي معي هنا راه يقلبني شي حاجة ورقة ودرتها بالرموز راس الكلب هذه جاب لك هكي بني ولا صلخها؟ جابها بصلخها وجاب نصها مش كلها اللي هو الفك الفوقي ما قلتلاش منين جابها هو خذا كلب وقالت له جابها لك والله انا قلت ارفع لي فوق ترى هذه المسامير هذين انت حاطم في عينه صح؟ ليش؟ ها؟ ليش حاطم مسمار في عينه؟ يعني باش ما يكلموش الناس وهذا لانهم هما القاضي تاع الورد شنو الخلقه السوداء؟ فرق بين عائله لان قصه ورد موضوع ورث حطيت المسمار في عينه عشان ما عادش يجي على الورث حسبي الله تفرقت العيله ها العيله تفرقت مش عارف انت ما تتبعش انجازاتك شنو يصير فين
دير البلا وتسكت. شنو يصير بعد الله اعلم، هل نجاح عملك ما نجحتش ما مش عارف. با شو الخرقه السوداء هذه خرقه زي العادي. شنو تدير هذه الخرقه؟ هذه هي بلاستيكه تقعد هك تبقى هك بس ما تطلعش. وين حط هذه؟ وين كانت مدفونه؟ زبان علي، زبان علي قبر المسلمين. هذه بس وخلاص. قلق هذه هو الراجل هذا درت له هذه بس هو الراس هذه وخلاص، خذت منه 450 جنيه والعيله طارت شات. مشيت انت بعد دفنت؟ انت دفنت ولا هو اللي دفنها؟ لا انا اللي دفنتها. وين تخدم انت؟ وين تخدم شغلك؟ وين في الحوش؟ شنو وين تقعد تحضر؟ وين زي ما نديرها في غابه؟ الغابه ها غابه هاي وين في غابه في النواحي تاع البيضة وفرشة. كيف تدير ترى ترشح لي؟ نقع مزهك والغابة باش نخدم بالغابة فرشة، فهمت؟ صبح جدتي بالغابة تحط فرشة في الغابة وتقامعز وتجيب شنو؟ نجيب الحاجات اللي بندير ومصوبهم. تجيب انت الراس ودك فيها مسامير وتكتب وتوني وبعدها بعدين صوبها تحضر شنباروخ وجو هذا وتدير في الأجواء هذه صح؟ تعال يا قريب مش عارف من وتعال يا ايوه يجوك هضومة بعدها يجوك هم في الغابة غادي يجو بعدين صوب الحاجات هي بعد شنو؟ بعدين صوبهم كلهم. تمشي بعد انت للجبانة تدفع نحفر انت منها جميل. العظمة هذه شنو؟ العظمة هذه شنو؟ شورة كذلك العظمة؟ عظمة شورة يعني تاع شنو؟ الفحص تاع شنو؟ هذي سيدي هذي عظمة تاع عجل. عجل؟ اه عجل صغير. شو تدير بيها؟ المعل هذا. يعني هو هذا اللي بفرق العيلة، جاب لك الراس والعظام والجرة. الجرة هذه شو درت بيها الجرة؟ الجرة هذه كنت درتها في النص. بعليش جرة؟ عليش جرة؟ الجرة هذه درتها. شنو وظيفتها قصدي؟ وظيفتها هي. وظيفتها الحاجات كلها اللي داخل تسكر بالقبس. سكر بالقبس. يعني هذه انت حطيتها مسكره كل شيء في القبس. القبس مسكره فيها جوا في حاجات حط فيها ومسكرها وردمها في قبر عمر القبر. طبعا القبر لقينا مكتوب عليه 1993 وقال هذا معبد للشيطان، هو دايره انا للشيطان. تعبد للشيطان؟ تعبد له؟ لا حاجات هذه بس إنه تعبد له. هو نظام تخرف الشيطان بحيث انه لما يجي شخص اولي يتعلم السحر يسهل عليه يقدر يعلمك هذا اعتراف او كاعتراف اولي عنده. انت موضوع السم بتاع الافراح هذا شنو؟ السمن هذا سيدي كنديرو بالاعشاب، كنطيبو بالاعشاب بالشيح والكليل والزعتر والحلبة كم الحلو طيب في السمن. عليش الانسان اللي عنده الظهر واللي عنده الهضروف تعالج اخرى يعني هذا علاج هذا مش سحر. الله يمات. انت عجبتك شغلة السحر صح؟ لا في وقتك كنت عجبتك كان ولا كنت اول خلاص لا تو ما غصب عنك عشان عندك ما تدير تو والله عشان الرجال والله عشان عندك ما تدير قاعد انت وقت وانت قاعد ساحر مبسوط بعملك؟ مبسوط بعملك كنت وقتها؟ مبسوط يعني عملك؟ مبسوط كان كم دخلك شهريا تقريبا؟ شهريا في 1500 1800 لا ما كترش في الشغل معليش لان كل حاجه تاخذ وقت ضمير تخدم فيها تاخذ وحدك تاخذ اسبوع اسبوعين يعني انت اليوم انتهنا لما مسكوك اول يوم وقام عاس في الدار بينك وبين نفسك شنو شن تبي؟ والله لا بالاخر بعد ما مسكوني خلاص الواحد كيف حتب بالعقل ما تقدرش تبقى تقابل الناس ما تبقاش فهمت تو انت لما تطلع صورتك عندنا في التلفزيون
كل اللي توا ليبيا كلها شافتك، تمام؟ ليبيا كلها شافتك. احنا مش تشهير بك ولا اشهار بالناس، احنا اليوم صورتك موجوده في الشاشه عشان كل واحد تعامل معك يعرف ان الباطل نهايته ينتهي، الباطل ما يعمرش. الناس اللي ضريتهم، الناس اللي قتلتهم، انت قتلت الناس ولا لا؟ ما قتلت حد. لا لا، الحاجه تاع اللي قلت لك تاع تشتيت ما معناته انك انت قاتل. خطا في العلاج بتاعه هو تفكيره. لا ما قاتلش، اخطات في العلاج بس كيف فقعته. ربك يقبل في التوبه صح؟ انت هل مقتنع ان ربي ممكن يسامحك؟ والله مقتنع، لانني انا بالاخر باجراءات بنروح المغرب احسن. مقتنع ان ربي حيسامحك؟ ماشي علاقه بالمغرب. والله مقتنع ربي سامحني. بالاخر فيه الله تواب وبالاخر تو عرفت ان ربي تواب بعد ست بعد كم سنه وانت سحار؟ كم لك سنه سحار قلت لي؟ 95 لغايه انا 95 94 بديت انا في 99 95 94 كان بس نتعلم من كنت تحضر في الماجستير من المصري. بعد 99 اللي بديت فيه. هو أنا أتمنى من الله عز وجل ونداء نوجهه حتى اليوم أن من دولتنا الموقرة إلى من يهمه الأمر يريد يفعل قانون قوي جدا حاسم وحازم بأخذ الحق بالقوة من كل سحار ومن كل دجال ومن كل تجاز لعب في بلادنا. هضومة، أنا لو أنا قاضي هنحكم عليه في وسط ميدان عام إعدام، بس أنا مانيش قاضي. لكن أولاد هالبلاد لما يجيني واحد من جنسية أجنبية يعيش بلادنا، متزوج بنتنا، فرق حواشينا، فرق بناتنا، فرق عيالنا، خلى رجالة حشاكم كيف الخرق عن صباياهم، خلى واحد ما يسواش قعد في مكان أو في شغل أو في مقر واحد آخر، دار سحر خلى ناس يفرق بيوت بسبب الورثة، كرمكم الله تعامل مع الكلاب مع الأصحار في كل قبر في كل مقبرة في كل بلا في كل غابة، والعياذ بالله والعياذ بالله يتبولوا على كتاب الله عز وجل. إنسان كافر بالله عز وجل، ساحر، الرب عنده هو الشيطان والعياذ بالله. كتابنا المقدس يتبولوا عليه، يفعلوا في بلادنا ما معقبين بلا ما داروا في بلادنا. وللأسف ضعفنا، بعدنا عن ربي، ضعف إيماننا، عدم تمسكنا بشريعتنا. أنا مش شيخ، هذا ديننا. لو كل واحد فينا متمسك بالله ويخاف من ربي كانت الولية ما جاتش هذه باش تسحر رجلها ولا عمتها، ما كانش حشاه حشاكم خسارة فيه كلمة حتى راجل يجيه باش يفرق عيلة بين بعض على خاطر ورثة، يعني شنو؟ وهذه نهايتها، دمرت بيوتنا، خربت حياتنا، لك ربي موجود. أتمنى من الله عز وجل أن ربي ما يقبلش توبتك، أتمناه، لأنك أنت ودرت ناس، خربت وقتلت وشردت وسنين سنين في سنين في حياتك. استغفر الله في ذنبكم، لا تستحقون العيش، أنتم مفروض أشد عقاب، وربي موجود. وحتى لو أنا متأكد أن عندنا دولة حتاخذ حقنا، مش حتسيب حقنا. وحتى لو دولتنا خدتش حقنا، أنت صورناك في الشاشة حتطلع في الشارع، وهل هالشرفاء مش حيسيبوك أنك ودرت عرضنا وناسنا. يعطيكم الصحة، موفقين إن شاء الله، إن شاء الله ربي يقدرنا كلنا خدمة هالبلاد. ما زلت معاك مستمر في سلسلة الحلقات من داخل جهاز مكافحة الجريمة، اللي مهما نشكرهم مش هنوفيهم قدرهم، أنها تعتبر من القضايا الجديدة اللي مش جديدة على بلادنا، لكن مش بالشكل هذا. شفنا الحاجات اللي شيبا الرضع مش الكبار.
ان شاء الله ربي يهدي حال بلادنا ويصلح الله حالنا ويصلح الله حال صبيانا وحال شبابنا، تقربوا من ربي واجد باش ربي يبارك في حياتنا. بهيك حلقتنا اليوم انتهت، وان شاء الله حيكون معنا حلقات جديده. نحن مازلنا مستمرين وموجودين داخل مدينه البيضاء او داخل منطقه شرقيه بالكامل، في ظل هالحلقات وهالجولات قاعدين مستمرين، وكل ما الشباب حيمسكوا واحد من هذوما صدقوني حنكون احنا عينكم اللي ما ترقدش. في الختام نكمل السامع يحفظكم الله، يحفظ الله وطننا وكل من يحب بلاده، ولو كلمه بحسب الله نعم الوكيل، ربي حياخذ الحق من اي واحد. لكم السلام عليكم.